اليوم لما منقول كلمة هيدا ولد من الأحداث، هيدا ماضي كان أحداث، هون في تنمر واضح، أو هيدا لقيط، أو هيدا لقيط، أو هيدا طفل غير شرعي. هيدي التسميات اللي بتدل على التخلف اللي بعدنا بنستعملها كل يوم بلبنان، تخلف وسواقة، وما منعرف العواقب تبعها. أنا عم بحكي عن التعبير، كلمة ممكن تكسر رجال هو جبل إذا قال علاقة بماضيه وبعده مدفون جواته، والناس ما بتعرف هيدي الكلمة لوين ممكن توصل، قديش ممكن تدمر. وهذا صح، الكلمات بتقتل. صح، انت نقال لك اياها شي مرة على طول. شو بيقولوا جو؟ اسمع شو بيقولوا. اه بيقولوا انه على كل شيء عاش بميتم وغيره، يعني بينقال كتير. ليه؟ بغية التجريح أو النيل من كرامة الشخص بيعتبروا هني بالنسبة لقلهم هيك. إيه؟ بلبنان بيعيروك إما بماضيك، إما بهويتك الجنسية، إما ب ما بعرف، بلونك بعرقك، بهيدي الأمور. صحيح، للأسف. شوف سوشيال ميديا أو بمستواك الاقتصادي. طبعا هيدا فقير، هيدا غني، هيدا جماعة أبو مشاية، بس مش عارفين إنه الناس مخبية بتيابها. عارفين انه في ناس بتلبس بدلات بتبقى مختصبه، وفي ناس بتلبس بدلات بتبقى عم تكسر. مش عارفين انه في اهل اوقات بتبقى شايفهم عايشين احلى عيشه من برا، وبيروحوا على احلى السهرات، بس يرجعوا على البيت قدام اولادهم بيضربوا بعضهم، وقدام اولادهم بيسبوا بعضهم، وقدام اولادهم بيكسروا بعضهم، وقدام اولادهم بيكسروا باولادهم، واللي اولادهم اللي ما بيناموا بالليل وبيروحوا على المدرسه بلا نوم وبدهم يدرسوا، وبتبقى مزروعه براسه للولد هيدي المشهديه تبع البي والام يلي كلها عنف من الصبح لبالليل.